وسهلا. أهلا وسهلا. وهيدي قنبلة بدنا نفجرها مثل كل يوم، من عمل مثقال ذرة خير أو ذرة شر. وكاتم عن الحق شيطان أخرس. أنت قول اللي بتعرفه بس، وما نحكم، no judgment. لا المسيح حكى مع حدا ولا شيء، ما حدا، لأنه لا تسقط شعرة من رؤوسنا إلا بإذن من الله. لا إله إلا إحنا مسؤولين عنه. إذا كنا صادقين بهالجسد، الساجد بيصير يفتش، بيجي المعبود، بيجي الوجود كله لعندك، الألوهية بتجي. وهيدي رح فرجي هالصورة. هلأ ما بقى في عنا أسود أبيض، ما في جنسية، ما في عرق، كلنا عائلة وحدة، كلنا عائلة ملكية. من 4000 سنة لهلأ صحنا، بس never too late، ما منتأخر، شو ما كان، على القليلة قبل ما نموت نقول هالكلمة من قلبنا قد ما منقدر. هالشمعة رح ضويها إلك باسمك الياس عودة. إن شاء الله منرجع كلنا نعود، نعم، إلى العود من الله، هو اللي بيعطر وبيبخر العالم. هي إلك، في أمل فيك، أنت اللي حكيت، ونحن بنطلبها منك كلنا. بدنا مكتبة بالأشرفية بس. البلدية عم تعمل المكتبة، عم تعمل جنينة، عم تعمل هي مكتبة، بحط كل الكتب اللي عندي وبقدم حياتي صدقة. ما في مكتبة بكل بيروت نروح نقعد نكتب فيها، نقرأ، نكتب، نتسير مع بعضنا، يكون في كتاب خير جليس وخير أنيس. اليوم المكاتب بتسكر وكل شيء، عم نفتح مطاعم مطاعم مطاعم، ما دارس، ما ساجد، ما قاصد، ما. اليوم كلكم فيكم تروحوا على فنلند تاخدوا باسبور، بس تفوت لا مسجد ولا كنيسة ولا هيكل ولا معبد ولا دين ولا مدارس أبدا، شلوها. كل اللي تعلمناه هون غلط، كلهم خدمنا فيه الشيطان. من 4000 سنة قبل المسيح كل هالجزرة، كل هي كل هي. هلأ رجعنا، لا أدوية ولا شيء، كل هي ولا مدارس، تاريخ وجغرافيا. ما بدي خيط وزيح بين لبنان وسوريا، ما بدي خريطة، هي خربطة الطريق مش خريطة الطريق. هلأ زمن التوحيد من القلب مش من الجيب. انتبهوا، هذا مال القوم، بدنا نتحاكم فيه وعليه بشخير الموت. حضروا فلات لاينر، تسألوني وين شو هيدا، اي كتاب بدك اقرا؟ ابدا، نادرا ما يدق التليفون عندي مره او اثنين بالنهار. بس انا اذا بدي حدا بتعرف بس. فاذا خينا الياس عودة، انا بطلبها منك وبمون عليك وعلى خيك، ومن انت وشاب وصغير وبعدك شاب بالقلب، يكون عندنا مكتبة ويكون عندنا تلفزيون، ليش لا؟ وهالتلفزيون كلنا منكون أول مريم. كل كتب مريم نور صدقة مش للبيع. في كتاب غيرته فيه؟ لا ما فيكم. هلأ رح تقروا بس خط إيدي، ما برح أعمل هيك ونطبعه. آخ ضيعت عمري، بتسكروا بهالكتاب لحو معكم. بكتب أول هون، بحطون هيك أشياء. مجنون لحو هيدا كتاب، هيدا إلك ليش عودي، هالكتاب لإلك رح يكون. يا مجنون، جنون فنون. وبكتب شي 20 صفحة كوفرز، يعني غطا من هون وهون، وبالنص ببلش اكتب. أكتر شي بكتب اللي بيبعتوا لنا اياهم يلي كلكم افهم مني. أنا آخر الصف طشة، بس ما نستخدمهم يا أخوتي، تخيلكم.
عم نلم مصاري مشان شفاء السرطان للأطفال. هاي أكبر كذبة وتجارة. طبيبة من مستشفى لعناية ومدري شو لشفاء الأطفال من السرطان، عندها 3 أولاد عندهم السرطان، إجوا لعندي على البيت صدقة وصحوا. قالوا لها إذا بتجيبي سيرة مريم نور مش حاطك من المستشفى. رجعت مرضت بنتها اللي عمرها 9 سنين. الأرض بترحمك مرة بس. فإذا ما بقى في شيء مجانا، عندي كلمة مجانا نشيلوها. تعرفوا برنارد شو وقت اللي كل بعد كلمة بدك تكتبها عنده بده يكتب لك إياها بده كان قرش دولار. قالوا له ولا؟ منك أنت يعني عم صاحب مال ما في أخلاق ما في هيك. قال له أنا رجال عندي أخلاق وعندي هيك وعندي هيك. قال له كل واحد بيفتش على اللي بده إياه، أنت بدك تفتش على الأخلاق، أنا بتفتش على المال. أنا عندي الأخلاق بدي مال، أنت عندك مال بس ما عندك أخلاق. مهضو بدنا هالناس اللي بتكتب من القلب بيكون فايض والكتب بتكون صدقة، لأن مش مريم اللي عم تكتب أبدا. رح قلكن ليش بدنا هلأ نعمل ثورة كبيرة. الحية بإيدي هي اللي بتتركب في سحر وشعوذة. نعم هلأ هيدا الزمن انتو بتركبوه، جيبوا انتو كركة وانا بقلكم كل عمرنا ببيوتنا بتضيع، كان في حبق على البيت امي تمسحنا بالحبق، هلا حتى الحبق مرشوش كل شيء. بس لكل داء دوام ولكل سؤال حل. اعقل وتوكل. بس إذا ما بتعرفوا لغتين على القليلة بأمة العرب، لغة الدنيا هي الإنكليزي ولغة الآخرة هي لغة القرآن الكريم. هيدا الكتاب الوحيد يلي منزل بلغ إيه. كلنا بقى نعرف عربي، وعربي بسيط مثل ما أنا بحبه، ما بفهم بس تبعتوا لي عربي صعب بسيط. هلأ هيك قال لي اسمه مارون، مارون عيسى من مارون الراس، يعني كلهم هونيك شيعة كمان شيعنا كلنا. حلوة هي شعاع النار يعني. قال سألوا للإمام علي شو أطيب أكل؟ قال لهم أطيب أكل يا حبيب قلبي العسل وأحلى فرشة الحرير. كيف هيك يعني ونحن فقراء؟ وقت اللي بتجوعوا شو ما اكلتوا بطعمتوا طعمة العسل. وقت اللي نعسانين النعس بنام على الحجر وبيطوي. جبل قال الحبيب يحبنا ونحبه. هلا في خضره وفواكه عم تنزرع بالامه العربيه وبلبنان. وقت اللي دخت خبرتكم ورحت على الإسعاف مدش بقلوا على الإرجانس بالمستشفى، تعجبوا مرة بعمري ما بعرف شو الدم وما بعرف شو الدواء ومعي ضمان ومعي ضمان، يعني بكرة بس أقعد بالخنشارة ما بدي ضمان. نحن بس نعيش مع بركة الله مع ميت شو هيك شو يعني؟ إنه ما قلكن ثقة؟ ما عندكن إيمان؟ بعدكن إنشورنس؟ ما رح كون عندي ضمان. الله منه فوق لحوي فينا، بس انه وصعد الى السماء. هالصعود هالطاقة، مشان هيك المرة بتقعد ببيتها، لأن هي طاقة صعود. الرجال انكماش هي انفلاش، هو بيقعد بشغله بيقعد بالبيت. كل عمل عبادة من إماطة الأذى إلى لا إله إلا الله. كلنا عنا التدين الإلهي. فإذا خينا يا سعودي عفاك لسانك بلوي، أنا بكون خادمة عبابك يعني ولساني بلوي. هالبلاء اللي بده يجي حتى نفوت بالفناء بالله. كتاب يا مجنون إلك، ومنصير عنا هيدا جنون. تتذكر لما الحبيب إجا على البيت قال لي لمرته زملوني زملوني يا أنا مجنوني أنا الله يا شفت الله؟ قال له كلهم ناطرينك وتلتتهم.
ستنا خديجة كانت تاخد الأكل خطوة خطوة. أنا عشت مع فوكواكا، ما بقدر إلكم، ما ندمت، بقول بس تعلموا أنتم من غلطاتي. عشت مع أهم الناس اللي حاكمة هالكرة الأرضية مادياً معنوياً، بس ما احترمت نفسي، احترمت أراء الناس. بدي أرضي الناس، ما بدي رضا الناس، الرضا والتسليم. هلأ بلشت أيها الحق لم تترك لي صديق. نعم، لا يعرفنا إلا الله يا علي. ما في مسلم مسيحي سني شيعي كاثوليك بتصدق، ما في أبدا كله. ولكن مين حبك؟ مين إني أخوتك يا محمد؟ قال لهم يحبوني وما شافوني. هالعلاقة يلي هي مثل المسبحة، ما في حبي مثل التانية، بس مربوطين واعتصموا بحبل الله مش بسترينج. $70,000 حق سترينج، يا حرام يا حرام. لا بقى تقولوا انه الحق على فلان ولا فلان، ما بعرف هالصورة، بس ولكن رح فرجيكم صورة انه ما تحكموا، رح اقراها don't judge. ولكن هالصورة إلى معاني كثيرة. شو هالفقر وشو هالغنى، وشو هالفقر وشو هالغنى، لو ما فيها ما فيها، لو ما فيها ما فيها. هاي الأيقونة، هيدا مش أفقر من هون ولا هيدا أغنى من هون. عم بيعلموني نينو، منين تعلمت الأدب؟ من قليل الأدب. بتتذكروا اللي راح وقال بدي شوف، قالوا له في شيخ، في مرشد مهم كتير هون بهالمدينة، روح لعنده. راح وصل على بيته لقى فلاح برا، قال له للفلاح وين بيته للشيخ؟ قال له انا هو الشيخ معروف. قال له انت شيخ معروف؟ فلاحة؟ قال له معك حق عم كذب. فات قالوا له تفضل الشيخ معروف بانتظارك، تاج من ذهب، عصاية من الماس، كلها هي. قال له هيدا اللي برا عم بيقلدك هالفلاح هالفقير المجوي؟ تفضل حكي هوية، حكي هوية، شيلها شيلها. قال له ما رح تحترمني اذا اعطيتك كباية فخار، بس بكباية الذهب بتحترم. بسببنا نيرون حرق روما تولع دخانته، نحن السبب، بس بدي اتعلم، هيدا درس الي كلنا. انا وقت بلشت مع ميتشو، ولو عندي كشف شهادات طالعه من الجامعه الامريكيه والبي يو سي وكله، وبعدين بباستر يونيفرسيتي وبغيرهم بامريكا، طب طبيعي خلصت كل الشهادات. وقت اخذت شهادتي انا بالطب الطبيعي، قالوا لي از اف از ريتن باي جاد، بدل 8 سنين اخذتها بست شهور ودفعت كاش. تعجبوا كيف انتم عليكم؟ قالوا لي الاجوبه اللي جاوبتيها مش من انسان. بعدين خسرتهم كله، ما بدي اشهدوا يلي هي لنا، اشهدوا في شهاده الموت. كل الشهادات كذب، ما في الا شهاده الموت حقيقه. فاذا ما تقدروا تحكموا هيك. نفس الفكرة عملها المسيح مع المجدلية، قال له يضاص ولا عم تكب عليك كل هالعطر تتغسل لك إجريك، ما في فقراء. قال له الفقراء عندكم في كل حين، عم تغسل حالة. بشكر كل رجال الدين، أكثر شيء هني مظلومين. أنا بحب البطرك عنا، بيقولوا كيف بتحبي؟ نعم. قال ما أنا مثل بشر مثلكم وغلط. يا حبيب قلبي كلهم. فإذا كل واحد يقول هيدا أنا، هيدا أنا، هيدا أنا، هيدا أنا، هيدا نحن ونحن ونحن ونحن. قروا كتاب مرداد، بي كان طبيبه، وما نقدر هيك إنه يبع رزاله بخشبة. مرداد، بعدين فريد الدين العطار، يا حبيب قلبي ترجم لكل اللغات.
انتبهوا، كل شيء بتشوفوه بسببه، ما في شيء صح وغلط. لا تسقط شعرة من رؤوسنا إلا بإذن من الله، لا يصيبنا إلا. أنا بحبكم يا بالسجن نكون مع المساجين، لأن أنا السجن وأنا المسجون وأنا كله مسجونين كلنا. أو بحبكم بأي دار عجزة، كنت بدي أكون مع لتيت بلانش، جيت رجعت قلت له وين راحوا سكرون، لأنه ما عندهم دين، عندهم التدين الإلهي. ما بعرف، يمكن يكون بينما تخلص الخنشارة، البيت عندنا بالخنشارة حلو كتير، خبرتكم اسمها هلا فريندز بيلدينج. إذا ماني غلطانة عبد الرحيم دياب اسمك، كان هيك عمري 20 21 18 هيك. كنت رجعت على الجامعة، كنت عند شارل سعد ورجعت لتحت على البي يو سي، في بناية حلوة كتير اسمها فريندز بيلدينج. قول أنا هيك بدي بكرة أرجع أتجوز، كنت أتجوز وطرحت قبضه وأقعد هيك ببناية تحت بالرادات والسلات، هيدا بيطبخها الجمعة، هيدا بتطبخ تاني جمعة، تاني جمعة، كلنا سوا. بعدين تعرفت على بنته بالسعودية، قلت لها هيدا بيك البناية، قالت لي إيه. هيك رح تكون هالبناية يلي هلا اسمها فريندز بيلدينج بالخنشارة. نحن بنكون 20 بيت، في بيوت صغيرة فيها، وفي طابقين، وفي كوخ لألي فوق. أهلا وسهلا فيكم، كل شي فيه إلا الميل. لو الميل حقيقة بيطلع الشجر، بدنا نعيشها هيك. أنطون سعادة عاشا جرجيف بحلب كلهم، لعلي منا بالميل. I love money، المال سيولة، بس مال القوم هيدا. بس رئيس البلدية يقول نعم، وبتشوف شو بصير بأول 7 أيام والتاني والتالتة. بس هلأ ما تصوموا أبدا إلا ما تكونوا لكم أكتر من سنة ما نكون أكلين مواد حيوانية، لأنكم رح تشوفوا أسرار وإشارات ما فينا أخبركم. رح أرجع مد لساني وتشوفوا إنه الوحيدة يمكن اللي عندها لسان أحمر من هاللسان ما في. وراح أخبركم، رجعت على لبنان وطبيب أسنان أرمني وبيعلم، قال لي بدي 10,000 دولار بدي اسوي لي سنين، اعطيته 10، بدي 30 40 50 70 80 100. خسروف لا بدك هالقد، قال بدي اسوي لك، صدقت. بعدين برنار هاشم عملهم 10,000 دولار. بروح لعنده بحسه هو رفيقي بالروح، بطلب منك ما تترك لبنان، ما تروح على كندا، كتار من الارمن عم بتفل، وكتار من المسيحيه تنحكي طائفيه عم بيروحوا. نحن مش مسيحيين، بس نحن مسيح. كل رجال محمد بتعيط له بده يرد، حج وحجة. أنا رحت على السفارة هون قلت لهم أكثر من باسبور معي، قلت لهم بدي صحة مريم هيك، قالوا لي منعرف، وي نو واتس ذا مينينج هالكلمة. ليه؟ إذا كنت بالسودان كل مرة بالسودان بيقولوا هالكلمة. عزمنا الحاكم، طلعت بخلي له بشاور قلت له. بعدين اجى حكي الشيخ وباسني وقال لي انت امي، قلت له بس هالكلمه، قال لي لانكم من لبنان قلناها. كلمه هلا بيعملوا بيب شر ميم واوطة، هي البسترمات عند الارمن. كان محمد الحبيب ياخذ شقفه لحمه ومحطوط عليها ملح، وهالعلم عند ستنا عائشه، هي من كوكب فينس، هلا عم بيجي كثير من كوكب مارس، انتبهوا. عطار بدك طعميه، إذا أخذ شقفة لحمة هالقد 8 مرات زيادة، 8 مرات زيادة بده ياكل. نحن بأمتنا قمح وشعير، أنتو مصر رز كامل، نزع القشور حطوا إلى القبو.
سامحوني يا اخوتي، انا ما بعرف ليش عم بصير عندي عشق اكثر شوي زياده للاسلام الحقيقي والى محمد والى علي، لانه برا ما في عرب، في نحن شي خمسه بكل امه العرب. يا حبيب قلبي بس يحكوا عن محمد او علي، هي اللي بيبكي، هيدا اللي بيوقف حط راسه على الحيط. ما فيني اخبركم شو بصير مع جزيد. ميت شو الطلب طلع خوري من جريك أرثوذكس، هو اللي رفع أذان بصورة مريم وميتشو ياباني. قال له انت 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 قال له انت صوتك مشى المسارات كلها، خلص هلا زمن التوحيد. فإذا ما تشوفوا شيء وتقولوا هيدا فرق، لا هي رح اقراها هيدي لك بندر بن سلطان، هيدا ابنك بالروح. هيفا اسمه وائل، ما بعرف اسم عائلته، بس لما فرجيته هالصورة كتبها: نحن في زمن كالكلاب تلهث بأسماء الصالحين ولا تعمل بأعمالهم، في زمن أصبحت النفوس أدنى من الحيوانات وفقدوا المروء والشرف، وكل شيء أتمه محمد بأخلاقه وأدبه. وإذا بعث محمد من جديد لأن يقول: إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق. يحملون صولجان من ذهب، وأنا أقول: النملة لم تأكل عصا من ذهب بل أكلت عصا من خشب نبي الله سليمان. كل الأنبياء يحملون عصا، ونحن الأفضل والأشرف والأعز والأقوى نحمل من ذهب، نثور على الرؤساء ونقول: يا محمد يا رسول الله، ليس لأن ليس لدينا مال ومحمد فقير ويخيطن عليه ويخدم خادمه. هذه أمة تملأ البطون وتعبد الدنانير، كل من أحسن يبقى محسن بإحسان المحسنين، وكل من أساء يبقى مسيء بإسائه المسيئين. ولكن لمن نقول ونخبر ونكرم غيرنا بمال سرقناه من آخرين كريم من مال غيري؟ أحب الموت لأجد الصادقين مع الموت مع الله. وهناك شيء آخر، هم يعبدون الله لأن لديه خزنة فقط. انتبه يا الله، لا نعبدك إلا لأجل هذه الخزنة الكبيرة المليئة، أعطنا لنرضى ونحبك. يعني أنتوا أفهم مني، وائل هو اللي عم بيعمل www.حزبالحمير.com وبيحط كل شيء، أنتوا أنا والأطفال وكلهم والمعافين شو عم نقول. بتحس أنه كلنا عم نحكي خيط من نور. واعتصموا بحبل الله، موجودين يا أخوتي الأوادم المناح الصالحين، كلنا كلنا فينا هالطاقة الصالحة، مش طالحة، صالحة. في بطانة طالحة وبطانة صالحة تنتعلم. منين تعلمت الشر؟ من الخير، والخير من الشر. هلأ موجودين برا، ما فيني إلكون، ثلاثة من المهمين بالميكروبيوتيك لحني بإسبانيا قالوا لي، عم بيقولوا حي راحت الأدمز أبل، بس يقولوا حي. أنا بالبيت وحدي، هل أنا الكونية اللي فيي بحكي بالقاف لحالي، بقول هلا صرت الدرزية. من أنا وصغير إلا لأمي: أنت مش أمي وأنت مش بيي. دلي 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 يخدونا. وهيك كمان بعتذر من بنتي اللي بالجسد وبالروح، بتقلي ها أولادي الأربعة سميهم، وهيدا بيون جوزي اسمه ألفونسو، وتضربهم للأولاد. ما بعرف. لما بلشت تروح على الهند وهون، عيط لي واحد: مريم. بس صوته رجع في قلبي، فقير هيك قعدوني. أنا أحب المانجا اسمها ألفونسو، طيبة كتير هيك صغيرة. قال لي: من 1200 سنة بنتك جابت هي وجوزها اسمه ألفونسو، هيدي جابت المانجا لهون على بونا. بس ما بقى فيني إلا شيء، لأنه هلا ما رح تسمعني وما رح تفهمني، وكل أهلي هيك. ولو أنت حاملة شهادات وبتطبخي وتمسحي عشقي الكتاب، وكل يوم انجليزي بقدر حط بالجمعة كتابين يمكن، وقريبا احكي ونحكي، لانه بالصوت ما بيعود يقدر حدا يسرقك. لا تسرقوا كتب مريم، لانه عليها لعنة بيكون ترجع لكم. ما تبيعوها ابدا، هاي صدقة لكل الناس. ما انا الا وسيلة بقلبني بين ايديه. هل انا ما تقول نجينا من الانا، الأنا الكونية علنا ضد الشيطان، بس بالمخفي مع الشيطان.
مع إبليس. أينما توليتوا أنا منكم عم بتعلم، كلكم أفهم مني، أنا آخر شيء بطشي، ما بفهم شيء بالتكنولوجيا أبدا، بعرف استلم إيميل وبرد بس، فيسبوك ميسبوك شفتوها هلا شو عم بيعملوا بالفيسبوك، خلص كيف بدهم يقتلونا بأي طريقة. هلا عم بيحطوا هون حرف اف بالعين وبلشوا يعموا هالبلورينج اللي بتصير، ما بعرف شو بالعربي بلورينج هيك يعني. لا تفوتوا ولا فيسبوك ولا فيسلوك، لا تغيروا في خلق الله. اول شيء شو غيرنا؟ هي غير هي جورجيف كان من هون، هون وجه بشع يعملوا، هون وجه حلو يقولوا انا شفته بشع، يقولوا انا شفته حلو. هو جا هو وأنطون سعادة على سوريا عند الكواكبة، قالوا شو سمعت؟ قال لهم كلمة إن عبد النور، قال له هذا اسمك، بتحب تعرف وين رح تموت؟ وهيك ميت جورجيف. يعني وأنطون سعادة شكرا لقاتلي، فزت ورب الكعبة يا حبيب قلبي أنت. فإذا كلنا ما بنعرف، مين عرف؟ عرف أنه لا يعرف شيئا، وما أتيتم من العلم إلا قليل، وإن الكرام قليل.